شعبي العزيز، إن أزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا في استكمال المؤسسات الدستورية ومقومات الحكامة الجيدة في ظل دولة الحق والقانون لا يعادله إلا عملنا الدؤوب في سبيل تحقيق مشروعنا الذي قوامه النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي. وبذلك حقق المغرب تقدما كبيرا على مستوى البنيات الأساسية، حيث تم تزويد مختلف مدننا وقرانا بالماء الصالح للشرب والكهرباء وغيرهما، كما تم تحقيق تطور ملموس على مستوى التجهيزات الكبرى كالموانئ والمطارات وتعزيز الشبكة الطرقية والتدبير الأمثل للموارد المائية وإطلاق مشاريع تطوير النقل السككي والنقل الحضري. كل ذلك غير من ملامح مختلف الأقاليم، وأعطى المغرب وجها جديدا ووفر الظروف الملائمة لتطوير استراتيجيات المعتمدة في شتى القطاعات. شكلت البنية التحتية منذ الاستقلال الدعامة الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وإرساء التنمية الاجتماعية لبلادنا، حيث قطع المغرب أشواطا كبيرة في تنمية تجهيزاته وبنيته الأساسية، وذلك في إطار دينامية شمولية امتزج فيها كل ما هو رصيد تقني ومؤهلات مالية وموارد بشرية كان لها الفضل في مواكبة مختلف التغيرات والإصلاحات التي عرفها قطاع الأشغال العمومية لتشكل على مر العقود ذاكرة هذا القطاع. وتتجلى أهمية قطاع الأشغال العمومية في الدور الذي ما فتئ يلعبه في تعزيز مكانة المغرب في هذا المجال، سواء على الصعيد الإقليمي أو القاري أو الدولي. وفي هذا الصدد، ومقارنة مع ما كان يتوفر عليه المغرب في فجر الاستقلال من بنيات تحتية، أصبحت المملكة تتوفر حالياً على رصيد من الطرق المصنفة تصل إلى 57,334 كيلومتر، يمكن من تأمين أزيد من 90% من تنقلات الأشخاص وأكثر من 75% من نقل البضائع، إضافة إلى 1800 كيلومتر من الطرق السيارة و 1124 كيلومتر من الطرق السريعة، فضلاً عن توفر المملكة على حضيرة مهمة من القناطر والمنشآت الفنية يبلغ عددها أزيد من 9400 وحدة. تطوير هذه البنية التحتية الطرقية يساهم بشكل كبير في تحسين شروط السلامة الطرقية والتقليص من عدد الوفيات والضحايا الناجمة عن حوادث السير. وفيما يخص البنية التحتية السككية، تحتل المملكة المغربية الرتبة الأولى إفريقياً من حيث جودة وفعالية الشبكة السككية التي يبلغ طولها 2109 كيلومتر، والتي ستتعزز بإحداث مشروع الخط السككي الفائق السرعة. وفي مجال البنية التحتية للمطارات، فقد تم تشييد 18 مطاراً ساهمت في تطوير الربط الجوي بين المملكة وباقي دول المعمور وخاصة مع إفريقيا. كما واكب قطاع الأشغال العمومية وتيرة إنجاز بنيات تحتية مينائية عصرية يبلغ عددها 39 ميناء تهم الأنشطة المرتبطة بالتجارة والصيد ونقل المسافرين، وكذا موانئ الترفيه موزعة على 6 أقطاب مينائية. وفي مجال السدود، يتوفر المغرب على 140 سداً كبيراً تفوق سعتها الإجمالية 17.6 مليار متر مكعب، فضلاً عن تشييد قرابة 100 من السدود الصغرى والتلية. هذه المنشآت لعبت دوراً مهماً في ضمان الأمن المائي لبلادنا عبر تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100% بالعالم الحضري و 96% بالعالم القروي، بالإضافة إلى تنمية قطاع الفلاحة عن طريق السقي. على صعيد آخر، ساهم هذا القطاع
بشكل ريادي في بناء العديد من المنشآت العمومية من مركبات رياضية ومراكز استشفائية ومؤسسات تعليمية وبنيات حكومية، بلغ حجم الاستثمار بها أزيد من 23 مليار درهم خلال العشرية الأخيرة فقط. وفي ميدان اللوجستيك، عملت الوزارة على تنمية التنافسية اللوجستية للبلاد من خلال إحداث 3 محطات لوجستية وبرمجة العديد منها عبر التراب الوطني. وفضلاً عن هذه المنشآت والبنيات التحتية، فإن قطاع الأشغال العمومية يوفر عدداً كبيراً من الخدمات للمرافقين والمهنيين استجابة لحاجياتهم في مجالات النقل الطرقي والجوي والسككي والبحري، فضلاً عن المواكبة التقنية والتأطير لمختلف القطاعات المرتبطة به. إنجاز هذه الأوراج التي مكنت المغرب من احتلال مراتب مشرفة قارياً ودولياً تطلب استثمارات مالية ضخمة بلغت خلال العقدين الأخيرين ما يناهز 362 مليار درهم، بالإضافة إلى تضافر جهود الكفاءات البشرية التي طالما زخر بها هذا القطاع والتي تتميز بمؤهلات عالية سواء على المستوى التقني أو التدبيري بفضل التكوين الذي تلقته في المؤسسات الجامعية الدولية والوطنية المرموقة. منذ تعييني من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله كوزير للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حرصت حرصا شديدا على تكريس واحد الفكرة أساسية، أن هذه ليست وزارة فقط بل هي مدرسة، مدرسة كبيرة. هذه المدرسة تعتبر بحق مدرسة الأشغال العمومية في بلادي. هذه المدرسة وراءها تاريخ، آلاف الكيلومترات من الطرق، عشرات السدود والموانئ والطرق السيارة والطرق السريعة والمطارات. لماذا هذا الاحتفاء؟ هذا الاحتفاء لأنني أؤمن إيمانا عميقا بأن ماضي هذه المدرسة يجب أن يربط بحاضرها لكي نستشرف المستقبل بالإصرار، بنفس الإصرار على رفع التحديات مهما عظمت، وكذلك القوة في الإبداع لننجز أكثر لبلادنا. هذه المدرسة صنعها مسؤولون، مهندسون، أطر، تقنيون، موظفون في مختلف التخصصات، وحق لها حقيقة أن تفخر بهذه الكفاءات التي اشتغلت في هذه المدرسة. وبهذا يعتبر قطاع الأشغال العمومية ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من خلال مساهمته الفعالة في الناتج الداخلي الخام وتوفير فرص الشغل، بالإضافة إلى تطوير ربط المملكة إفريقياً ودولياً. إنجاز هذه البنية التحتية التي أصبح يزخر بها المغرب تشكل مفخرة لبلادنا من خلال تراكمات تم تكريسها وتعزيزها على مر العقود. البداية كانت سنة 1912 حيث تم إحداث أول نواة لإدارة الأشغال العمومية تزامناً مع بناء ميناء الدار البيضاء. وقد تميزت فترة الحماية بإحداث مجموعة من المؤسسات الوطنية الكبرى، أهمها المكتب الوطني للكهرباء والماء والمكتب الوطني للنقل والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، بالإضافة إلى التمثيليات الترابية بأربع جهات المملكة. ومع بزوغ فجر الاستقلال عرف قطاع الأشغال العمومية نقلة نوعية من خلال إحداث أول وزارة لقطاع الأشغال العمومية سنة 1955 وتشييد طريق الوحدة الذي ربط شمال المملكة بوسطها والتي ساهم في بنائها ولي العهد آنذاك مولاي الحسن تحت إشراف جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه سنة 1957. وخلال عقد الستينيات والسبعينيات شهد القطاع إحداث 4 مؤسسات عمومية، وعلى وجه التحديد المكتب الوطني للسكك الحديدية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وكذا مؤسستين للتكوين بغية توفير الكفاءات الضرورية في مجالات الهندسة والنقل البحري.
ولمواكبة مسلسل البناء والتشييد وفك العزلة عن العالم القروي، تميز عقد الثمانينيات بتكريس سياسة القرب من خلال أحداث تمثيليات جهوية وإقليمية للتجهيز، بالإضافة إلى مديريات الجهات المائية وأحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية. كما تميز هذا العقد ببناء أول طريق سيار يربط بين الرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى إحداث الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. حدثان مهمان ميزا فترة التسعينيات من القرن الماضي تمثلا في إحداث المكتب الوطني للمطارات وتدشين سد الوحدة من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. مع بداية الألفية الثالثة وتنفيذاً لسياسة الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم إحداث مجموعة من المؤسسات العمومية الاستراتيجية، أهمها الوكالة الخاصة لطنجة المتوسطي وصندوق تمويل الطرق وشركة استغلال الموانئ مرسى المغرب والوكالة الوطنية للموانئ. كما تميزت هذه العشرية بتسجيل طفرة نوعية في توسيع الشبكة الطرقية والطرق السيارة، بالإضافة إلى إنشاء عدد هام من الموانئ والمطارات والسدود والمنشآت المائية. كما اتسمت هذه الفترة بتنزيل إصلاحات كبرى على المستوى التشريعي وتطوير وتحسين الخدمات المرتبطة بالنقل. ويتواصل مسلسل الإصلاح والبناء والتشييد خلال العقد الأخير من خلال أحداث وكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والأحداث شركة ميناء الناظور غرب المتوسط وانطلاق أشغال الخط الفائق السرعة وتدشين قنطرة محمد السادس على الطريق السيار المداري للرباط من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة أشغال الطريق السريع تزنيت الدخلة. لقد ارتكزت داكنة الأشغال العمومية منذ البداية على أسس مرتبطة بالحكامة والعدالة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد المقاربة التشاركية، وذلك وفق رؤية متجددة تضمن تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا وتفي بالتزامات المغرب مع شركائه على الصعيدين الوطني والدولي، كل ذلك بفضل كفاءات وخبرات نساء ورجال الأشغال العمومية. ذاكرة الأشغال العمومية عقود من التشييد والبناء.